مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجكم بعد الصافر اللي بنطرح فيه كل يوم اربعاء القضيه الابرز على الساحه الرياضيه العربيه والعالميه. معي انا عبيده نفاع. وين ما درت ولفيت اليوم رح تلاقي ناس عم تحكي عن مباراه اتلتيكو مدريد وليفربول على السوشيال ميديا بوسائل الاعلام حتى بالشارع. وبالتالي اليوم حديثنا رح يكون عن المباراه اللي تفوق فيها اتلتيكو على بطل انجلترا غير المتوج بعد ولكن زعيم الدوري الإنجليزي بالطول وبالعرض خلال الموسم الحالي بهدف نظيف في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في العاصمة الإسبانية مدريد بملعب واندا متروبوليتا. السؤال اللي رح نطرحه اليوم: كيف نجح سيميوني بأنه يتفوق على كلوب الذي بدأ أنه عنده فريق لا يقهر، ولكن أتلتيكو فعليا نجح بالفوز على ليفربول. خطة سيميوني كانت بتعتمد على نقطة أساسية وهي تعطيل الأجنحة والأظهرة لليفربول. ليفربول بطريقة لعبه بيعتمد على أنه الأظهرة بيروحوا بوايد بعرض الملعب ولاعبي الأجنحة بيفوتوا بالنص وبالتالي بيعملوا كثافة عددية بمنطقة الجزاء. كان هدف سيميوني أنه يعطل هاي العملية. كيف بده يعطلها؟ بتجنيد لاعبي الأجنحة بالفريق لحتى يقوموا بأدوار دفاعية ولو على حساب دورهم الهجومي. وبالتالي كان أرنولد أو روبرتسون أو صلاح أو ماني دائما يصطدموا بجدار اسمنتي مكون من لاعبين مسكرين عليه المنطقة بشكل كامل ومطلق. هاي الطريقة طبعا نجح فيها سيميوني 100% لأنه فعلا أجبر ليفربول على الدخول بالعمق، وبالعمق كان هناك لاعب اسمه توماس بارتي كان أيضا جدار اسمنتي، ومع مساندة سؤول كان الموضوع مستحيل أنه لاعبي ليفربول يفوتوا من العمق. أضف إلى ذلك أنه ليفربول ما عنده الأسلحة والأدوات لحتى يلعب بالعمق. ليش؟ بسبب غياب لاعب الوسط المبدع. لاعبي ليفربول بيعتمدوا على الكرات الطولية، بيعتمدوا على لعب التمريرات باتجاه الأظهرة والأجنحة، وبالتالي ما عندهم القدرة أو الملكة أنهم يصنعوا حلول فردية بنص الملعب يقدر يوصلوا فيها للمرمى. وسيميوني كان بيعرف هاي الفكرة كثير منيح وبالتالي لعب عليها ونجح بلعبته. النقطة الثانية اللي ركز عليها المدرب الأرجنتيني كانت فكرة منح الاستحواذ السلبي لليفربول. لما سكرنا عليهم كل الحلول وكل الطرق وأغلقنا جميع الأبواب أمامهم، كان لابد من أن نترك لهم الكرة ويستحوذوا عليها بشكل سلبي ويحاولوا يوصلوا للمرمى إذا قدروا. طبعا ليفربول ما قدر يوصل لمرمى أتلتيكو مدريد إلا ببعض المرات القليلة، وهذا شيء يحسب أيضا للفريق الإنجليزي لأنه كانت عملية التحضير ممتازة جدا وكانت تتطلب جهد كبير وتركيز عالي لحتى توصل لمرمى الأتلتيكو وهو عم بيلعب بهالطريقة. طبعا سيميوني كان حاطط هاي الخطة بداية وكان ممكن يغيرها لو تلقى هدف مثلا، ولكن لما سجل هدف مبكر تأكد أنه هاي الخطة المضبوطة اللي لازم يلعب فيها، وطبعا كان معه حق. لما منحت الاستحواذ السلبي لليفربول وعطيته الكرة بدون أي خطورة خلص أنهيت خطورته بشكل مطلق، وبالتالي كان صعب جدا أنه يتسجل هدف التعادل في مرمى الأتلتيكو. النقطة الثالثة اللي بدنا نحكي فيها كمان إلى جانبين، جانب بدني وجانب نفسي. سيميوني كان عم بيحاول ياخذ المباراة باتجاه الصراعات البدنية لأنه بيعرف أنه فريقه رح يتفوق فيها أكيد على لاعبي الفريق الإنجليزي، وطبعا هذا اللي صار. فكان دائما يحاول يجر لاعبي ليفربول نحو الصراعات البدنية والالتحامات اللي كانوا دائما لاعبي أتلتيكو يتفوقوا فيها. الموضوع الثاني النفسي من هاي الخطة كان محاولة استفزاز لاعبي ليفربول لحتى يرتكبوا خطأ على لاعبي أتلتيكو، وبالتالي بلش الضغط الشديد على حكم المباراة لحتى يعطي انذارات. وشفنا اللي صار مع ماني كمان تدخل بالكوع كان بعد استفزاز من أحد لاعبي أتلتيكو، وبالتالي تلقى انذار وأخرج كلوب بالشوط الثاني وقال أنه أنا أخرجت ماني الشوط الثاني خوفا عليه من استفزاز أحد لاعبي أتلتيكو، وبالتالي أيضا ممكن يتلقى انذار ثاني ويخرج مطرود من أرضية الملعب. وهذا الشيء اللي كان عم يلعب عليه سيميوني فعلا وأيضا نجح فيه لأنه فرض ضغط نفسي حتى على لاعبي ليفربول وما كانوا أجريسيف بالشكل الكافي على لاعبي الأتلتيكو. النقطة الأخيرة اللي لازم نحكي فيها ونشيد بسيميوني وننتقد شوي كلوب فيها كان موضوع التبديلات. سيميوني أجرى 3 تبديلات. أول تبديل كان فيتولو مكان موراتا اللي أضاع فرصتين محققتين للتسجيل، فكانت فكرة سيميوني أنه فيتولو ممكن يعطي ديناميكية زيادة، ممكن يشكل خطورة أكبر، ممكن يشغل مدافعي ليفربول بشكل أكبر بفضل سرعته مع كوريا، ممكن يشكل خطورة على مرمى الفريق الإنجليزي. التبديل الثاني كان خروج ليمار ودخول ليورينتي. دخول ليورينتي كان بهدف أنه يحاول يسكر أكثر، يخلق نوع من الكثافة العددية بوسط الملعب، وبالتالي
يسكر جميع الحلول والطرق نحو مرماه مع تبقي دقائق قليلة على نهاية المباراة. التبديل الثالث بالنسبة لسيميوني كان خروج أنخيل كوريا اللي قام بدور كبير على صعيد الضغط على حامل الكرة عند ليفربول، وكان أحياناً عم يتدخل بعنف، وشفنا التدخل اللي عمله على هندرسون واللي تسبب بتلقيه بطاقة صفراء. وبالتالي كان الموضوع أنه بسحب كوريا وبنزل دييغو كوستا، دييغو كوستا ممكن يفوت بالتحامات بدنية مع لاعبي ليفربول وبالتالي يشغل المدافعين ويحاول يسجل هدف ثاني ينهي فيه الأمور. بالمقابل تبديلات ليفربول كانت منطقية نوعا ما، ولكن كان في تبديل غريب شوي. كان التبديل الأول مع بداية الشوط الثاني بإخراج ماني وأدخال أوريجي، أوريجي اللي صار عم يلعب كمهاجم ثاني تقريبا، وصلاح كان عم يحاول يمول أوريجي وفيرمينيو ولكن طبعا بلا نتيجة. التبديل الثاني كان خروج صلاح، هذا التبديل اللي مش مفهوم، ودخول تشامبرلين. مش عارف لليوم ليش كلوب أخرج صلاح وأدخل تشامبرلين، حتى بالمؤتمر الصحفي ما أوضح السبب، قال إنه السبب كان تكتيكي، ولكن صلاح كان الحقيقة أنه أكثر لاعب فارض ضغط على دفاع الأتلتيكو وأكثر لاعب عم يشكل خطورة، وكان قريب من تسجيل أكثر من هدف في مرمى الأتلتيكو خلال المباراة. إخراجه كان بالتأكيد إراحة لمدافعي أتلتيكو مدريد. التبديل الثالث كان والأخير كان تبديل مركز بمركز ما له أي أهمية، تبديل ميلنر مكان هندرسون. كان عم يحاول كلوب أنه شوي يأمن مناطقه لحتى ما يأكل جول ثاني مع تبديلات سيميوني الهجومية واللي كان عم يحاول فيها يسجل الهدف الثاني بنهاية المباراة. بالمناسبة ليفربول ما سدد ولا تسديدة على مرمى الأتلتيكو، يعني on target مثل ما بيسموها، وبالتالي كان نجاح باهر ويستحق كل الإشادة والاحترام لسيميوني في مباراة الأمس. اليوم أتلتيكو تفوق بشوط اللي هو مباراة الذهاب، الشوط الثاني راح يكون بالأنفيلد، أكيد راح يكون أصعب لأنه ليفربول بملعبه مختلف تماماً عن ليفربول خارج ملعبه، وشفنا اللي عمله الموسم الماضي ببرشلونة، وبالتالي لازم سيميوني يكون على أهبة الاستعداد لحتى يواجه فريق صعب جداً ومع جمهور يمكن أصعب بكثير من جمهور أتلتيكو، لأنه جمهور ليفربول بأنفيلد حكاية أخرى تماماً ولا يقارن بأي جمهور ببقية الأندية الأوروبية. مين راح يتأهل لربع النهائي؟ خلينا نستنى ونشوف. هذا كان كل شيء بحلقة اليوم من بعد الصافرة، إلى أن نلتقي الأربعاء المقبل، كونوا بألف خير.